الحلقة هذه عاملينها عشان احنا نلعن سلسفيلة للجزائر. اسمع تعاهان خذ المخرج شبعك غينك يلا يا حبيبي الله يرضى عليك الله يرضى عليك غير خذ اطفي بكسر الكاميرا هنا قلت لك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا الكرام ورجعنا لكم فيديو جديد وحلقه جديده على قناتي انا حسام ابو الحاج. طبعا نزلنا للشارع اليوم لنسال الناس عن دوله الجزائر وناخذ شو رايهم فيها. طبعا دوله الجزائر هي امنا الثانيه وبلدنا الثانيه فحبينا ننزل ناخذ راي الناس في هذه. وقبل ما نبلش حلقتنا خليك مسلمنا امنا الثانيه وابونا الثاني احنا لنا ام واحده والجزائر معروفة حبيبتنا وعلى راسنا من فوق تمام. بس اليوم يا جماعة احنا نزلنا على الشارع علشان نستفز مشاعر الناس ونسب الجزائر قدامهم. سامحينا يا الجزائر جزائر عسل ونسب الجزائر قدامهم ونشوف ايش رد فعلهم علينا. قبل ما تبلش حلقتنا لا تنسوا اللايك والشير وتفعيل زر الجرس ويلا بينا. هو طماع لايك وشير اعطوه خليكم معنا يلا. ايش بتعرف عن دولة الجزائر؟ اوه عز المعرفة. طب الجزائر بلد دولتنا الثانية كل احترام. على فكرة هم بيحبون واحنا بنحبهم يعني في تبادل مشاعر فبصير محبة فانا بحبهم اقسم بالله. مش هيك يا عم انا بديش اياك تقول تشكر في الجزائر وكذا. الحلقة هذه عاملينها عشان احنا نلعن سلسفيلة للجزائر. ايش تحكي انت قاعد طياره يا عمي؟ لا احنا عاملين هي جزائر كويسه ما نقولش شيء بس عشان قصه الطياره اللي عملوها انه منعوا المسافرين الفلسطينيين يروحوا من الجزائر فاحنا طالعين بس انه نورجيهم حجمهم يعني فهمت. لا بنفعش يا استاذ كلامك انت بنفعش نحكي عن الجزائر زي هيك. انت تقول هالكلمتين وجر انت شخص لا لا الشارع بدها تلطك اذا بس برضه يا استاذ بنفعش احنا برضه الدوله امه واحده احنا برضه امه واحده احنا برضه أم عربية وين فاشتك. بس أنت يعني الجزائر مش قاعدة لك. أنا بشوفك مشهور أنت على تيك توك صح؟ على المستقل كمان. على المستقل. طيب ماشي أنت بس احكي لك يعني قول والله إحنا عتبانين على الجزائر إحنا زعلانين من الجزائر عشان منعوا الطيارة تروح. لا اطفي إذا هيك اطفي كات بحكيش كلام زي هيك الله يرضى عليك يا أستاذ. ولا حاسس قاعد بغلط أبوك يا زلمة بقول لك الجزائر أنا يعني عادي دولة شو بدنا فيها يا راجل. لا أعوذ بالله مستحيل. اسمع نعيد المقابلة. ودي المخرج بديش ايه هذا عندنا خلص انا برضاش دير بالك بعمل قصه الله يرضى عليك. طب بس رد علي بس رد عليك انت بس هلقيت احنا امه واحده ودوله عربيه وعم فشك عن الجزائر زي بس رد علي طب انا معاه. هو خليه يقول لك ايش بتعرف عن الجزائر قول له بعرفها شو خلص. لا لا اعوذ بالله الله يرضى عليك يا استاذ بكملش مقابله اطفي يا استاذ نصيبك منه يا عم. اسمع في غيرك يغلط على الجزائر كثير على فكره خلص الله يسهل عليك الله يرضى عليك. اسمع تعاهان خذ المخرج شبعك غينك يلا يا حبيبي الله يرضى عليك الله يرضى عليك غير خذ اطفي بكسر الكاميرا هنا قلت لك. واقفه على فكره بنصور ايش احنا بنصور السبت ليش انت بتفكر هذا كله تصوير ما انا واقف عندك كيف بدنا نصور وانا واقف عندك ايش تفضل احكي. طيب. انا سامعك بس بدي اقول لك ايش تعرف عن الجزائر قول بعرفهاش. لا مستحيل. طب اسمع نعيد السؤال ثاني ايش بتعرف عن دوله الجزائر؟ دوله الجزائر دوله عربيه وهي بتحبنا واحنا بنحبهم كل احترام لهم جميعا. شوف احنا مع الجزائر قلبا وقالبا بالضبط والجزائر هي بلد ما بنعرفهاش انا بسمع طبعا انا معك هي بلد الثانيه وطبعا احنا بفلسطين لما بنزعل من فلسطين بنرتمي في حضن الجزائر لما بنزعل من فلسطين بنرتمي في حضن الجزائر بالضبط بس احنا حبينا نعمل برنامج هذا عشان نناقشك بس ونشوف ايش بده يصير فيك لما نقول لك غلط الجزائر. يا زلمه روح يا زلمه يلا طيب زي ما شفتوا طبعا هذا فنان من فنانين فلسطين بوصل رسالته ايش بتقول الجزائر؟ ايه بقول لهم كل احترام لكم وعلى راسي مع شويه كراسي الله يسهل عليك. السلام. انا ورا المايك. دولة الجزائر ايش بتعرف عنها؟ دولة الجزائر انا بدك صراحه يعني هي الدولة الاكثر قربا من قطاع غزة ومن القضية الفلسطينية ومن كل شيء بعني بتحسها هي يعني اقرب اوكي. الله بساس محمد ابراهيم حبيبي كازانوفا هذه الحلقه احنا عاملينها علشان قصه الطياره معك علم في قصه الطياره اللي صارت لا الطياره انه الجزائريين منعوا الطياره المسافرين الفلسطينيين يرجعوا على غزه لا هي ما ضرش فيها احنا بس عاملين الحلقه بس بدنا نعرف الجزائر حجمها يعني يعني مين هم انهم ناس مش مستاهلين يعني بس لا هم كويسين دير بالك بس عشان عملوا غلطه واحده نقلب عليهم قلب زي الزفت فهم انه يعني انه اللي عملوه هذا غلط مش يعني ليش عملتوا هيك يعني من الاخر طز فيهم اذا بدهم يعني نعيد المقابلة تاني تفضل. ايش بتعرف عن دولة الجزائر؟ هي دولة قريبة من فلسطين والقضية الفلسطينية وكل الاحترام لدولة الجزائر بما انه هي بتدافع عن قضايانا وواقفة مع الشعب الفلسطيني من اول ما الله خلقنا وانا وجدت على هاي على الارض غزة وانا بسمع انه الجزائر كويسة احنا نشكر بدناش نشكر انا قصه طيار ليش
ما انت علشانك معروف بدنا منك شغله، يعني بدي اقول لك ايش تعرف عن الجزائر؟ قول له بعرفهاش. كم بعرفهاش يا زلمه؟ ايش اعرفها؟ قول له كنت بعرفها وبطلت اعرفها وخلصنا. لا رايي ما بزبط الشيك. لا ما بزبط رايي. مستحيل مستحيل يا زلمه. يا عم احنا الموضوع احكي عنه عاطل ما بزبط والله. عم عادي احنا نازلين غلطه واحده ممكن بسامحه اوكي، بس ما بحكي عنه انه كل ماضي غلط. الكلمتين محل علي بضل علي، انا عندي متابعين وعندي ناس بتحترمني وبتحبني وعندي متابعين من الجزائر. الجزائر اخطا بحق الفلسطينيين، اخطا بحق الله يسامحهم، ما احنا بنخطئش في حق حدا. مش توجه كلمه حلوه لاهل الجزائر؟ الله يهديهم ويهدينا وما نمسك غلط على شخص او على مجموعه. انت شكلك بيجيك دعم من الجزائر يا زلمه. ولا بيجيني ولا شيء، بس الكلمه الحلوه اضم الكلمتين وضلك ماشي وخلص. مستحيل. تعال هي الكاميرا شغاله وبتصور، هذه مناقشات معاك وبس. لو الكاميرا شغاله ولا مش شغاله؟ الجزائر على مصر من فوق، واحنا بس حبينا انه نورجي الجزائر والشعب الجزائري كم الحب اللي ركز على الكاميرا. انا والله ما بعرف ركز على الكاميرا، استغربت وانصدمت منه كشخص معروف بيحكي زي هيك، فانا انقهرت من جواتي. بدك صراحه انا بدي اخده عشان بعديها اقول له ايش قصتك ايش في يعني. فلو اجى دعم او من دون دعم او اي شيء اللي بناصر القضيه الفلسطينيه مين مكان، احنا معاه قلبا وقالبا يا جماعه الخير. اوبا والله طلع بحب كازانوفا. احلى كازانوفا حبيبي. يسعد لي. مرحبا. اهلين حبيبي، كيف حالك؟ والله الحمد لله. عرفنا بنفسك. حمزه سمعتي احمد ابو قدر سليمان. اهلا وسهلا فيك. طيب يا حمزه، اليوم احنا موقفينك لنسالك سؤال عن اهل الجزائر، شو بتعرف عنهم؟ اهل الجزائر كل الحب والاحترام لهم. اهل الجزائر حبايبنا، بلد مليون شهيد. ايش انت ليش بتحكي؟ قط انت ليش بتحكي هيك؟ ايش احكي؟ انا بدي اياك موقفك اليوم بس لا تغلط على اهل الجزائر. بالله جاد والله، يعني عشان طفيت الكاميرا مثلا اغلط عليهم؟ طب روح اجي والله. طب تعال بس تعال. انت ليش عصبت هيك؟ ما انت قاعد بتحكي اغلط عليهم عشان بدك تطفي الكاميرا من هالكلام. مالك يا زلمه، هو مش على الكاميرا، احنا حبهم في القلب. هو كل هذا بتحب اهل الجزائر؟ حبايبنا الجزائر، يا ريت كل الدنيا زي الجزائر. يا سلام، كل هذا حب للجزائر من فلسطين؟ طبعاً بنفعش يعني أنت تخليني أغلط عليهم ومن هالكلام، لأنهم حبايبنا. طيب أنا بديشك تغلط عليهم، أنا موقفك بس لشوف شو ردة فعلك لو طلبت منك هذا الطلب. من للأمانة يعني مين بده يكون ردة فعله؟ أي إنسان فلسطيني بده يكون ردة فعله مثلاً أنه عادي بدي يغلط وهذا. والشعب الفلسطيني كلام، والشعب الفلسطيني أكيد بحب أهل الجزائر، وإحنا هاي تجربة اجتماعية. أكيد، وكل الحب لأهل الجزائر. وبهيك بنكون متابعينا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وطبعا بنشكر الفنان الفلسطيني محمد جودة الذي كان معنا ضيفا لهذه الحلقة لهذا اليوم، وطبعا كل التحية للناس اللي رفضت انها تغلط على اهل الجزائر، وطبعا احنا بنغلط على اهل الجزائر، وكل التحية لاهل الجزائر وهم على راسنا من فوق طبعا. وانتظرونا بحلقات جديدة، وقبل ما ننهي الحلقة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والى لقاء جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.